مسنين. سعيدة، نصرك هز الدنيا ما عادت نشيد، صارت موقف سياسي ووطني، وهالموقف رح يصدح بوادي الحجير يوم السبت، بس المفاجأة انه المنشدين رح يقدموا الاغنيات لصباح ووديع الصافي وجوزيف عزار وغيرهم من الاغاني الوطنية، ورح يكونوا سوا عم ينسقوا مع موسيقى الجيش اللبناني. كيف هي التحضيرات لمهرجانات وادي الحجير؟ منتبعها سوا بتقرير للزميل جهاد زهري. وادي الحجير صوت هز الدني، فهو الذي منحه المقومون اسما وكنية فصار مقبرة المركافة في حرب تموز. وعلى نصره ترتفع المهرجانات للسنة الثانية على التوالي، فتسمع قرقعة النوطة المدوية عوضا من قرقعة السلاح. وبخلاف جدال التنسيق في المعركة العسكرية، فإن المقاومين من الفرع الفني سيكونون على نغمة واحدة مع فرقة موسيقى الجيش ضمن مهرجانات وادي الحجير الذي سترعاه وزارة السياحة وتنظمه جمعية رسالة. هذه ثاني سنة لمهرجان وادي الحجير بنفس المكان اللي حمل أبعاد تاريخية وجهادية، يعني ما عادت مخفية على حدا. المكان كمان له نكهة بيئية كتير مميزة بهذه المنطقة من الجنوب. السنة الثانية على التوالي البرنامج مكرر بتنوع كتير كبير. افتتح المهرجان يوم السبت في 26 من الشهر الحالي بأمسية تشارك فيها موسيقى الجيش اللبناني والمنشد علي العطار وعازف الكمان ماهر سلامة. نحن اليوم بتحضيراتنا لمهرجانات وادي الحجير للسنة الثانية على التوالي. اليوم شارك معنا 40 عازف محترف موسيقى، عازفين محترفين من إيقاعيات، من نحاسيات، من فريق عمل كمانجات تشيلويات، من منشدين، 10 منشدين حيكونوا معنا تقريبا. الفرقة بقيادة المايسترو الأستاذ علي صفا اللي هو إنسان كمان مبدع ومحترف، شفنا بالبروفات شو عم بصير، البروفات عم تكون كتير حلوة كتير قوية. إن شاء الله رح يكون في شيء كتير حلو، في شيء كتير مرتب حيسمعه الجمهور بوادي الحجير. ويستكمل مهرجان السبت في الثاني من أيلولة بأمسية موسيقية مع الدكتور هياف ياسين وفرقة التراث الموسيقي العربي، ويختتم السبت في التاسع منه بأمسية النشيد المقاوم. لهم مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، بنشوفكم، باي باي.